رسميا أعلن اعتزالي تشجيع نادي الهلال السعودي وتشجيع ودعم نادي الأهلي المصري، وتغيير جميع حساباتي من هلالي جلادي إلى أهلاوي حراك، وهذه جميع فناين الهلال. خلاص وداع. قرار لا عودة فيه، لن أشجع الهلال من اليوم ورايح. أنا أعلن دعمي الكامل للأهلي المصري. على السلامة. يموت لكن ما تموت الكرامة. يا هلا يا محبتك ويا ما ضحيت عشانك، كل شيء في حياتي كنت بالنسبة لي كل شيء في حياتي، لكن خلاص خلاص ذكرى وانتهت وحرقناها وانتهت وخلاص. اللي يندبني يقول ظروف وما ظروف، لازم توقف مع النادي. هذه أكبر من أنها ظروف، هذه أكبر من أنها أزمة وتعدي. الحمد لله على كل حال.